أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي تمسك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة في 6 حزيران المقبل. الهنداوي وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية أشار إلى تواصل الجهود الحكومية لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إكمال استعداداتها لإنجاز انتخابات، مبينا أن المفوضية سجلت انطلاق ملحوظة في مجال تسجيل الناخبين وتوزيع البطاقات البيومترية وتسجيل الأحزاب المتنافسة، والتي بلغ عددها حاليا نحو 230 حزبا بينهم أحزاب جديدة.